العلم القديم والعلم الجديد، النشيد القديم والنشيد الجديد، النظام القديم والنظام الجديد، الواقع القديم والواقع الجديد، المحتل القديم قديم وجديد، حتى المواطن مواطن قديم ومواطن جديد، لكن الوطن عبر الزمن يبقى وطنا قديما وجديدا، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. الخشية إذا سرق الوطن عندما يغلبنا الوسن، غيبوا يا سادتي عن وعيكم وأطيلوا الغياب، فالماضي ذهب والحاضر سراب. غيبوا يا أمة غاب، أسود على بعضنا وبعضنا لغيرنا كلاب، نراوغ بعضنا كالضباب، نبحث منذ حطين لماذا وكيف، حتى تهرأت الأسباب والجارة في احتطاب، والغازي تارة حليف وتارة غراب. فأمريكا فاعل بفعل قوتها، فعلها أوله هناك وآخره طهران، وإيران تبقى جيران مفعول بها فيه، لم يقع فعل الأولى عليها حتى الآن لقوتها، وكلاهما فاعلان، والمفاعل بهم في غمرة تقتيل، بعضهم من أجل المال وهزت خلخال، مجهول بالشير وسبسكرايب والإعجاب، فأي محل للعراق من ذلك الإعراب أيها الدواب؟ هل المشكلة في عديد وعدة القوات الأمريكية، أم بوجودها بعلم ودراية القيادة العامة للقوات المسلحة، أم في مدى التنسيق بينهما، أم في صفتها كقوات تدريب واستشارة، أم في كونها محتلة، أم في قبول طرف ورفض آخر، وإلى جانب من تقف، وأي حساب لها مع إيران، وفاتورة ستدفع، ومن سيدفعها، المأجور لعميله معذور. والاختلاف المالي والاختلاف على مراكز النفوذ قد يفسد ود القضايا كلها، وإلا دناءة النفس تلك التي يعجز المال والسلاح والواجهة عن جعلها مقبولة. الفساد والإرهاب أليسا وجهان لعملة واحدة؟ وعلى الوجهين اتفقتم جميعا على محاربتهما وكشف سراق المال العام. أم الفلوس غيرة النفوس؟ ألم تكن الفتنة نائمة من أيقظها؟ ولماذا لعن من وأدها؟ أجل وبلى، الاختلاف رحمة ونعمة، ولكن الاتفاق رحمات ونعم، وما دام الثاني كذلك فدعوا ود القضايا وما قد يفسدها أو لا بعيدا، ودعونا ندعوكم لنعتصم بالثاني دون الأول، فالأول لم يذهب بنا إلا نحو مزيد من الاختلاف، الخلاف غير المحمود الذي أفسد ود القضايا كلها. كل ذلك وأكثر بعد أن أصبح للوطن طاولة.